ايه رأي حضراتكم؟ مش ده دور الاعلام؟ ايه رأي حضراتكم؟ اقالوا او جمدوا او قولوا زي ما تقولوا الكابتن حماده المصري عشان قال كلمه الحق، قال ما شاركناش في حاجه وده تعنت ضد النادي الاهلي، ما عملناش اللائحه الاسترشاديه. اكد على كلامنا الدكتور علاء مشرف وكان بيشارك، ولو واكيد النادي الاهلي لو موقفه غلط ما كانش شارك وهو عضو اللجنه الاولمبيه. كمان اللواء جاسر رياض مكالمة موجودة هنا معانا وكمان تسجيل صوتي بكلمة اللي بيعمله النادي الأهلي صح 100%. النهاردة كمان مفاجأة بالنسبة لنا، الدكتور علي حسب الله بيدخل يقول كلام خطير، بجد كلام خطير، ما بيشاركوش الأعضاء في أي حاجة. النهاردة بنتكلم في 5-6، بنتكلم في 5-6 بيقولوا الكلام ده. لا، انا فخور ان انا اهلاوي، فخور اللي كنت واقف جنب نادية، فخور اللي كنت بقول كلمة الحق وبتظهر النهاردة، فخور بكل موقف اخده النادي الاهلي عشان احنا كنا صح، وحزين على كل واحد اهلاوي بعد الكلام اللي انا سمعته في الحلقة النهاردة وقبل كده اللي هو يتخلى عن ناديه ويضعف موقف ناديه. ما اقدرش اقول غير كده، والله دي الحقيقه. انتوا حضراتكم اللي بتسمعوا زي انا اقدر اقول لعضو لجنه اولمبيه تقول ايه ولا ما تقولش ايه، ده الناس بتتصيد لنا الاخطاء، لكن اللي عنده ضمير وبيدور على الحق يلاقي ربنا بيكرم حتى في شغله. عشان كده ربنا بيكرمنا وكل حلقه سبحان الله بتظهر الحقيقه، بيظهر قد ايه دولة الظلم مش هتنفع. طيب هقول ايه على اللي انا شفته ده كله. اتمنى من النادي الاهلي بكل قوه تجيب كلام الكابتن حماده المصري. هتقول لي اه بتملى على ناديك، اه بملى على ناديه، لازم املى ولازم اقول ولازم نتحرك بمنتهى السرعه، بس بعد ماتش الترجي. انا اسف مره تانية، شعاري انا وفريق العمل ما نخرجش عن نطاق اللي فيه ماتش مهم، لان هو ده مبادئ النادي الاهلي الحقيقيه، مفيش كلام في اي حاجه تاني. لكن الموضوع مهم، الموضوع فيه اللي انت بتنصر الحق وفي شرفاء لازم الراجل وقفوه عشان قال كلمه الحق هنا جوه بيتنا قناه الاهلي. طب النهارده بقى الدكتور علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه ما تستبعدوش، هيقفل معانا يجي له تليفونات حضرتك موقوف. طب هتعملوا ايه مع الناس كلها؟ هتوقفوهم وتسقطوهم؟ أنا الحاجة الوحيدة اللي مستنيها وهبقى بتموتني بالضحك كده اللي ألاقي بعد ساعة داخل معانا هشام حطب وبيقول لنا اللي عمله النادي الأهلي صح. والله ده اللي ناقص. أنا مستني مكالمة كمان بعدها من السيد وزير الشباب والرياضة بعد اللي بيسمعه ده يطلع يوضح موقفه ويقول اللي عمله الأهلي صح وهنحل الموضوع خلال أيام. بجد في علامات استفهام. فمن هنا يا مجلس إدارة النادي الأهلي بنديكوا هدية، السي دي بتاع الكابتن حمادة المصري المحترم اللي قال كلمة الحق، السي دي بتاع الدكتور علي حسب الله النهارده معانا في الحلقة كمان، وقبليهم اللواء جاسر رياض والدكتور علاء مشرف. وأنا بقول لكم واللواء سامح مباشر اللي قريب قوي هتسمعوا خبر مش لطيف عنه، الراجل ده خدم الرياضة بشكل كبير جدا ورمز. فبالتالي واخد الكلام ده واحطه لجهات سياديه. تعالوا شوفوا يا جماعه المؤسسه الكبيره النادي الاهلي بيحصل فيها ايه؟ عمرها ما بتخترق القانون، عارفين في الكواليس بيحصل ايه؟ النادي الاهلي ضد الدوله، ويطلع المشبوهين هفضل اقولها ليوم الدين ما بنخافش من حد، المتواطئين وهنقول اساميكوا، والمفاجاه قريبا جدا لكل جماهير النادي الاهلي. وفي يوم من الايام لو في اهلاوي انتقد نجم بيحبه وفرحه بشده انا عارف اللي هيبقى فيه اعتذار، لان الشباب اللي معانا المحترم فريق العمل ما بينامش وبمنتهى القوه بيشتغلوا عشان نرفع رايه الحق ورايه النادي الاهلي العظيمه اللي عمره ما بيخترق بيها القانون. والنادي الاهلي الكل لازم يفهم اللي هو مؤسسه كبيره وعريقه خدمت كل المنتخبات الوطنية في كل الألعاب، ومنها قلتها لكم قبل كده وهقولها النهارده، النادي الأهلي النادي الوحيد بيفتح
كل الملاعب والصالات بتاعته في الالعاب الجماعيه بدون مقابل للمنتخبات الوطنيه، وده مش دور وطني؟ وفي الاخر في الكواليس بنتهدد، بنتهدد صدقوني. ايه ده؟ ده مش ضد الدوله، ده الدوله عايزه يمين، عايزه شمال وعايزه يمين. ما بيحصلش. بيحصل الحق اللي انتوا شفتوه. بيحصل الحق. انا متفاجئ. انا بجد متفاجئ من كلام الدكتور علي حسب الله، متفاجئ. فاجئني اكتر واكتر في امور الراجل، قال لك انا ربنا هيحاسبني، ما عنديش غير كلمه الحق اقولها. فيا مسؤولين يا داخل النادي الاهلي، في شهاده من اللجنه الاولمبيه ذات نفسها اللي هي جريت بسرعه وما كانتش بتخاطبك ابدا بفاكس رسمي، كانت بتخاطبك عن طريق السوشيال ميديا، وكانت بتخاطبك عن طريق الفزاعات، كانت بتخاطبك عن طريق المنتفعين، كان بتخاطبك عن طريق المنتفعين، بالونه اختبار وخش يلا زودها وشوف ردود الفعل هتبقى عامله ازاي. في ناس ريحتها فاحت. ما عنديش كلام غير اقوله مره تانيه، الكلام ده لازم يبقى مرفق من مجلس اداره النادي الاهلي لاعلى السيادات في الدوله. أنا هقفل الملف دلوقتي مؤقت، لكن لازم تعرفوا إن كلمة الحق ربنا نصرنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ولسه في حاجات كتير هنقولها، لأن دايما بقول لكم جملة مهمة لازم كلكم تقولوها زينا: الأهلي أهم. الأهلي أهم من الأشخاص وأهم من الأفراد، الأهلي هو اللي عمل أسامي الناس دي كلها، أسامينا كلنا كلنا. الاهلي اللي خلى الناس تعرفنا، والاهلي اللي خلانا في المكانه دي هنا، لكن محدش بيمن على حد، ومحدش بيروح مكان عشان حد بيمن عليه، ومش مستنيين، بقولها المره المليون، المره المليون، مش مستنيين اي حاجه تتقال لنا ولا تملى علينا غير كلمه الحق اللي انتم شفتوها النهارده، ومش مننا، من اللجنه الاولمبيه. مره ثانيه عشان الكلمه دي انا اتبسطت منها قوي، انا منتظر المهندس هشام حطب يطلع علينا ويقول لنا الاهلي كمان عنده حق زي ما زمايلك في المجلس قال. ده اللي هتبقى كمان المفاجاه الكبيره بالنسبه لنا، ويبقى انت اكيد اكيد ساعتها هتنتصر، هتنتصر للحق صدقني. لكن المفاجات اللي احنا شفناها واسعدتنا، اسعدتني انا على المستوى الشخصي. عشان كده هروح بقى للمستحيل مش اهلاوي ونرجع للمباراه، بس بجمله واحده يا أعضاء الجمعية العمومية، حضراتكم سمعتوا الكلام اللي اتقال من أشخاص محترمة ما بتخافش من حد، ناس فعلا ملهاش أي مصالح. يا أعضاء الجمعية العمومية حضراتكم سمعتوا الكابتن حمادة المصري والدكتور علي حسب الله النهاردة الاتنين أعضاء في اللجنة الأولمبية بيقولوا لنا إيه. يا جماهير الأهلي في كل مكان، يا اللي كنتوا في البعض بينظر إزاي الأهلي يعمل كده ويتحدى القانون، اهي الناس اللي قالت. الحمد لله على نعمة الاهلي، وطول ما الاهلي بيدخل اي قضية وعنده حق فيها ربنا هينصرنا ان شاء الله. نرجع للمستحيل مش اهلاوي، ولكن عندي كليب كده حلق يا نسر الاهلي في العالي.